اليوم العالمي للمعلم، نقول لزملائنا ولمعلمينا على مستوى العالم بشكل عام وفي دولة الإمارات بشكل خاص، كل عام وانتم بخير. نحن على ثقة تامة أن يوم واحد ما يكفي، كل أيام هي أيام تكريم وأيام ثناء وشكر وتقدير لعطائكم ولدوركم الكبير، واللي يعني والأثر الجليل حقيقة اللي تتركونه في نفوس الجميع. حفل بسيط اليوم حرصنا أن نحن نكون معاكم فيه، نحتفي بكم، ولكن نتأمل إن شاء الله أن يستمر ما بيننا التواصل، تستمر إن شاء الله الإنجازات ويستمر العطاء ويستمر إن شاء الله التميز. تشرفنا اليوم بحضور معالي الدكتور عبد الله بن محمد بن حيف النعيمي، رئيس المجلس الشاري في إمارة الشارقة، رعى حفلنا وشرفنا كذلك بالحضور وساهم في تكريم كوكبة حقيقة من المعلمين العاملين في دولة الإمارات العربية المتحدة. والشكر كذلك لكل من شرفنا بالحضور من مسؤولين ومن معلمين ومن أولياء أمور ومن طلبة كذلك، سعداء بحضورهم بتواجدهم بتعاونهم، ونتأمل إن شاء الله أن يستمر التعاون وتستمر التواصل في خدمة العملية التعليمية وخدمة البلد بشكل عام إن شاء الله بإذن الله.